صف دراسي في البحر. الساعة تجاوزت 8 بقليل. بدأ اليوم المدرسي في البحر مقابل ساحل تروندلاج. يقف القبطان في غرفة القيادة في قارب الصيد، وهو اليوم من الصف التاسع. سنذهب الآن إلى ما نسميه البحر العظيم. ما هي خطة اليوم؟ سحب أقفاص جراد البحر واصطياد سمك البولو. رقم واحد في الجدول هو تفحص 40 من أقفاص جراد البحر. يدعى المشروع مشروع بيت السفن، يشارك اثنان من المعلمين، ولكن هذا ليس تعليماً خاصاً. إنه مكان بديل للتعليم للتلاميذ الذين سئموا من المدرسة. تعير المدرسة قارب صيد مرة في الأسبوع. هذا العام شارك 5 طلاب. كان لديهم دوافع لنوع مختلف من أيام الدراسة، وعليهم تعلم الكثير. لدينا معلومات نظرية ومواد نهتم بها. نحن نشتغل بما نهتم به، لذا فكل شيء أكثر إثارة. عند إعداد حبال البحارة يحصلون على كل المقاييس بالذراع والميل البحري وعشر الميل، وعليهم أن يحولوها إلى النظام المتري. أشعر أن المدرسة أصبحت أسهل قليلاً. كيف؟ أيام الدراسة أقل، فبدلاً من 5 أيام دراسية لدينا 4. راديو الساحل الجنوبي، هذا ليما مايك 8023. نعم، أسمعك بوضوح تام. هل يمكنني القيام بشيء لأجلك اليوم؟ لا شكرا، طاب يومك. اشترك في القناة.